منذ عام 1995 تنشر منظمة الشفافية الدولية تقرير مؤشر الفساد. نعم شنتال، هذا التقرير أصبح مؤشرا عالميا رائدا لقياس فساد القطاع العام في الكثير من الدول. اللافت يوسف في هذا التقرير وتحديدا هذا العام أن أكثر من ثلثي دول العالم بما فيها الكثير من الاقتصادات المتقدمة تعاني تراجع جهود مكافحة الفساد. رغم ذلك تظهر المؤشرات تقدم 22 دولة في جهود مكافحة الفساد بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة. لنفهم أكثر يوسف مخرجات هذا التقرير، دعنا نشرح الليلة للمشاهدين كيف يقيم المؤشر هذا دول العالم. نعم شنتال، لدينا ضيفة تنتظر لكنني سأوجز لك وللمشاهدين هنا آلية عمل المؤشر. هذا المؤشر يستند إلى 13 تقييماً ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في الأعمال التجارية، ووفقاً لتلك التقييمات استخدم المؤشر مقياساً من صفر أي فاسد جداً للدولة إلى 100 وتعني خالية تماماً من الفساد أو الدولة الفاضلة إذا كانت هذه الموجودة. السؤال هنا اللي يطرح يوسف، ماذا عن الدول التي تصدرت القائمة الأقل فساداً؟ هذه عندك ولا عندي؟ طيب رح أقول لك يوسف، هي كالتالي: نيوزيلندا، الدنمارك، تليما فنلندا، ثم سنغافورة، السويد، وأخيراً سويسرا. واللافت يا يوسف أن الدول الخمس العربية، خمس دول عربية كانت ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً، وهذه الدول هي الصومال، السودان، ليبيا، واليمن، وسوريا كما نتابع هنا.